لا طبعا، بقول لك ايه، لازم تتغذي، الواد لازم يجي ملو هدومه كده. انت اللي بتاكل؟ اه لا مؤاخذه. وهو هينزل بهدومه؟ اه طبعا هينزل بهدومه، هو ابن اي حد، ده ابني، ابلعي ابلعي، ده مش بعيد ينزل بيتكلم. خلاص عشان لسه في تفاح. يلا تاخذنيش يا عزيز، شكلي جيت في وقت مش مناسب. موسى دخلت هنا ازاي؟ لقيت الدار فاضيه، قلت اجي اشجر عليك وبالمره اخد حقي. طب مالكش اي حق هنا يا موسى؟ وبعدين يا اخي احمد ربنا، احمد ربنا ان حسن سابك تخرج من هنا على رجليك. هي دي غلطتكم الوحيده واللي انت هتدفع ثمنها دلوقتي. عاوز ايه يا موسى؟ عايز حقي. حق ايه يا ابني؟ انت ما بتزهقش. انت السبب عزيز، انت السبب في كل حاجه. طول عمرك بتكرهني انو احنا عيال صغارين في الدار دي. انت السبب في كل اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. انا عمري ما كرهتك يا موسى، انت اللي بتكره نفسك. كره ملاك هو والغل، هما اللي خلوك تاخد الدار، وهما اللي خلوك تقتل اخواتنا، وهما برضو اللي خلوك تقتل رحمة الغلبانة اللي ملهاش اي ذنب. إن كان عالدار وإخواتك يمكن يكون عندك حق، لكن رحمة لا، أنا ما قتلتش رحمة، أنت اللي قتلتها، أنت اللي اتحركت في آخر لحظة عشان كده طلقة جت فيها هي. الطلقة دي طلع على اسمك انت عزيز. طب تفتكر لو كنت اتقتلت كان حسن واخواتي هيسيبوك؟ ما افتكرش. انت جريت ورايا ومحدش فيكم طالني. بقول لك يا موسى، حسن مش هيسيبك، وانا مش خايف منك ولا خايف من السلاح اللي في ايدك ده. تعجبني زي نحديتك ده. بكره لما تموت يا عزيز، مراتك تبقى تحكي لعيالك عن بطولاتك دي. بطولات عزيز الطيب. بعد يدك! اقعدي! عزيز! 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 رد علي عزيز! رد علي! فوق يا عزيز! عزيز رد علي! عزيز ما تسيبنيش! ايه بقالي ساعه بشاور لك. ما هو اصلا هو انت مين؟ جميله. باين الصراحه. لم لسانك يا تخين انت. ايه جميله ده اسمي. انا اسمي عزيز. عارفه ما تسيبنيش يا عزيز. عزيز بقول لك يا ابو علي، احنا عايزين نتجوز الواد ده. ايه يا جدعان بقى، ما قلنا بلاش نفتح الموضوع ده قدامه، الواد لسه صغير يعني، ده ولد ولود. حسن وباين ده ما يعرفش الكلام ده. أنا عمري ما اخترت حاجة يا جميل، محدش جه في يوم وسألني نفسك في إيه؟ قالوا لي أنت اتولدت يتيم ما عندكش أهل. قلت لهم الحمد لله. قالوا لي هتعيش هنا في الدار ده. قلت لهم ماله؟ حاضر. قالوا لي هتمسك سلاح. برضه قلت حاضر. أنا عمري ما خبيت عليك حاجة إلا سر واحد صغير كده. إيه ده؟ شفت؟ شفت عينيك فضحتك إزاي؟ عارفة إيه السر ده؟ إن أنا أول ما شفتك حبيتك. عزيز رد علي يا عزيز. عزيز عزيز عزيز. فاكر الشيخ سليم الله يرحمه كان بيقول لنا إيه؟ كان بيقول لنا طهارة القلوب ما تقدرش على شر النفوس. مش تعمل طهارة القلوب في شر الجسد العليل، وأنت جسدك مش عليل يا صاحبي، ما فيش شطر من قلبك. تعاد هنا وسايبني قلب عليك الدور. مالك يا عزيز فيه؟ حاسس الايام الجايه دي مش جايبه خير. قلقان مش مرتاح خالص.
كل الناس وقفت ضدي لما فكرت اتجوزك، وانا حاربتهم كلهم، ضحيت بكل حاجة علشانك. كنت فاكرة ان التضحية دي هتخليك تتمسك بيا اكتر وتحبني اكتر، لكن للأسف انت فهمت التضحية غلط. فهمت اني كل ما اضحي اكتر واتمسك اكتر تحسي انت بالامان اكتر وتسيبني لزحمة الدنيا، واطلع في الاخر انا المجروحة، وقدام نفسي انا الغلطانة، وقدام الناس استاهل كل اللي يجرالي. الله يسامحك يا سلي، الله يسامحك. صباح الخير. صحيت بدري لقيتك غرقانة في النوم، ما رضيتش اصحيكي. لا انا كنت صاحية وحسيت بيك وانت قايم. صاحية؟ امال عملتي نفسك نايمة ليه؟ خصماني اياك. ما خصمك؟ عمر الخصام ما كان راحة يا سليم. الخصام بعد، والبعد أذى. تخيل إنك أنت ما بتكلمنيش وكمان بعيد عني. آه، وعلى رأي الست بعيد عنك حياتي عذاب. ما تبعدنيش بعيد عنك. زمان كنت بسأل نفسي سؤال ما كنتش لاقي له إجابة. خير؟ سؤال إيه يا ترى؟ العذاب ولا الموت؟ يعني أتعذب ولا موت؟ اخترت العذاب لأني بكره الموت، كمان لأني كنت فاكرة أن الموت بيجي فجأة، بيجي مرة واحدة. لكن بعد ما كبرت تعذبت كتير قوي في حياتي، اكتشفت أن أنا بموت كل يوم ألف ألف مرة وأنا عايشة. إيه التشاؤم ده كله؟ ليه كده يا حبيبتي؟ عذاب إيه وموت إيه اللي بتتكلمي كده عنهم على الصبح؟ العذاب إني رضيت أرجع أكمل حياتي معاك وأنا عارفة كل حاجة عنك، وقبلت أستمر معاك رغم خيانتك ليا. هو ده الموت نفسه يا سليم. طب استهدي بالله كده، استهدي بالله علشان على الأقل تقدري تفكري بهدوء. عموما كل ده سوء تفاهم، وبعدين يا مريم انت مكبرة الموضوع قوي. طلقني يا سليم. بص يا مريم، أنا مش هضغط عليكي، ومادام دي رغبتك أنا هنفذ ذلك. أنا أكيد مش هبقى مرتاح وأنت عايشة معايا وكرهاني، بس أنا ليه عندك طلب، ولو حبيتي اعتبريه طلب أخير. لو الطلب ده هيريحني من العذاب اللي أنا فيه، اطلب، قولي اللي أنت عايزه. كلامك صعب قوي يا مريم، قوي. بس أنا عايزك تفكري تاني. أنا دلوقتي مش حاسبت لك أو أنفيلك أي حاجة في دماغك، وعلى افتراض ان انا كنت على علاقة واحدة تانية غيرك، انا عايزك تفكري تاني.
تفتكري لي ولو حاجة واحدة حصلت بينا وبينت لك قد إيه أنا بحبك ومتمسك بيك. كفاية من فضلك. كفاية دي قوليها بعد ما تفكري، مش دلوقتي. خدي وقتك وفكري يا مريم. وأوعدك يا حبيبتي لو أنا سمعتها منك تاني هنفذ لك كل اللي انت عايزاه. ولو حبيتي دلوقتي ان انا اسيب البيت واقعد بره كام يوم عشان اسيبك براحتك ما عنديش مانع. لا، خليك انت في بيتك قاعد مستريح، انا هسافر اقعد كام يوم عند اهلي. مبروك يا خديجة، نوح كلفك بالعملية اللي جاية، هتكوني مسؤولة عن دخول البضاعة من على الحدود، وأظن كده يبقى نوح وفى بوعده معاكي. وأنا هثبت لنوح إن هو يقدر يعتمد عليا في كل اللي جاية لجل. بس تكوني صفيتي من اللي فات. قصدك إيه يا ليلى؟ مش عارفة، حاسة كده إن الموضوع مش عملية شغل، وإنك لسه شايلة طرطة وحيدة على كتافك. لا اطمني، أنا خلاص يا ليلى ما بقاش فيه حل الحرب. أنا بقى اللي شايفة إنك شايلة نوح على كتافك. إزاي يعني؟ بصراحة كده ما بقتش عارفة أنت بتشتغلي معايا ولا ما بتشتغليش معايا. مش ممكن يا ليلى كل خوفك الزايد ده على نوح يبقى سبب الشغل يعني. بقولك يا خديجة، أنا بلغتك بميعاد العملية، يا ريت بقى ترتبي مع رجالتك اللي بره وجود لك، ويا ريت كمان ترتبي مع هارون عشان هتكونوا مع بعض في العملية دي. مع بعض ازاي يعني؟ انتي هتدخلي البضاعة وهو هيسلمها ليحيى العطار. وايه اللي دخل العطارين في الشغل؟ وهي هتفرق معاكي في ايه؟ انا؟ مش هتفرق معايا في اي حاجة. انا كنت بس مستغربة اللي لم الشامي على المغربي نفس اللي